والله هي بدايه العقبه ان عمليه ان احنا كنا نفصح عن الارقام وكان بتداولها الناس وكان في تدخل كتير، فلما قررنا ان احنا نمضي على وثيقه سريه المعلومات وعدم الافصاح وخلينا المحافظات كلها في الغرف المغلقه بس، الحقيقه دي قربت شويه المواضيع كلام مننا يعني حتى برضه ملاك السفينه يمكن حددوا محامي واحد بس اللي بيتكلم معانا وعنده اسرتي انه يتصرف وكانوا بيدينه برضه اسرتي ان هو يخلص يعني الموضوع ما نوصلش للقضاء للنهايه، ان القضاء في الحالات النهائيه بتاعته يعني كان ممكن يقعد سنين. احنا برضه كان عندنا هذا الراي يعني ان احنا نقترب ونخلص بحيث برضه ما نخسرش حاجه في حقوقنا ما نخسرش عملائنا وشركائنا، يعني زي يمكن ما قال النهارده رئيس الشركه الماركه الايفر جيفن في كلمته لان قال كلمه جميله قوي جدا وقال ان احنا بصراحه يعني وقال ان قناه السويس طبعا احب نشكركم ونشكر المجهود اللي اتعمل صحيح. والانجاز اللي تم في السفينه دي من 6 ايام بس، واحنا لينا شركتنا ليها اسطول كبير من السفن وحيبقى هذا الاسطول هيستمر التعامل مع قناه السويس على طول وننشد لهذا التعاون. هي كلمه وهي في الاخر بقى ادونا كمان قطر هديه قال ده بالنسبه للمجهود اللي اتعمل وبذل بالصوره والنجاح والانجاز اللي تم في اخراج السفينه خلال 6 ايام وتطلع سليمه ما فيش فيها كونتينر من الوضاعه جرى له حاجه ولا السفينه جرى لها حاجه ولا حد اصيب، فده بيعتبر ده ده انجاز القاطره دي هديه هديه يا فندم نظير الجهد اللي ملهاش بذلناه. دعوه ما لهاش دعوه وده يدل ان المفاوضات كانت ناجحه طبعا يعني ان احنا حققنا منها نجاح كبير وكل منهم يعني ما كناش متنافرين يعني الحمد لله. طب معلش القاطره دي ثمنها كام؟ يعني القاطره دي مش هتقل عن 5 مليون دولار. دولار. نعم. هتقل عن. بس القاطره دي خارج المبلغ اللي احنا خارج واخدينه. خارج المبلغ اللي احنا طبعا بيقول لي هديه يعني هم دي قال دي هديه ان احنا مقدرين واحنا قالوا ان احنا كنا مقدرين على المنطقه ان في حاجه فيه هديه نتيجه الانجاز اللي تم في الوقت دون والسفينه خرجت بسلام من غير ما نخسر حاجه. طبعا ده مهم جدا يعني احنا بنقول احنا 6 ايام العالم حبس انفاسه لغايه لما خرجت السفينه وكان اكثر المتفائلين في النقل البحري والانقاذ البحري ان الموضوع هياخد 3 شهور. هم برضه مش متضايقين مش اقل من كده ده المتفائلين يعني كانوا بيقولوا كده وقال لك يعني طب ما لو انتوا كان لو ما خدتوش مساعدات من بره حد يساعدكم انتوا ممكن تاخدوا مده اكبر من كده. فطبعا هم لما شافوا ان احنا عملنا الموضوع ده بحرفيه كامله جدا وخدنا وقت صغير قوي مع مركب كبيره بحجم دون وفي موقف وفي مكان وفي شحط جامد هم طبعا مقدرين للانجز يعني. عدت بورسعيد ولا لسه؟ هي بورسعيد دلوقتي. دلوقتي؟ نعم. هم عايزينها تقف شويه بورسعيد يمكن يوم ولا حاجه هيعملوا عليها تفتيش كده تحت الخط الميه بص في ايه ونزلوا غطاسين وكده حاجات من دي ما كانش ينفع يتعمل في البحيرات يعني فكانوا استاذنوا ان هم يقفوا في بورسعيد في منطقه الابزار يطمنوا على المركب عشان بعد كده يتغادر على نوتردام ان شاء الله.